السلام عليكم حبيباتي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه رأيكم في شكل الطاجن المكرونة ده؟ طاجن مكرونة زي بتاع المحلات على طريقتي، ان شاء الله بإذن الله تعالى هيعجبكم. اتمنى ان هو ان انا اشوف رأيكم فيه، ونتعالوا مع بعض دلوقتي نشوف المقادير والمكونات ايه مع بعض، وهي حاجة مضمونة وعاملاها في بيتك، عارفة عاملاها ازاي، طعم جميل، شكل حاجة عجبت الولاد جدا، كأنهم جايبينه في المحلات بالظبط، حاجة جميلة جدا. تعالوا نشوف هنعمل الحاجة دي ازاي مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم حبيباتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله، وأفضل صحة وأفضل حال. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المكرونه بتاع المحلات، الكشري بالفراخ، هنعمله مع بعض ان شاء الله في البيت بطريقه جميله على طريقتي وسهله، هتعجب الاولاد جدا، حاجه جميله وسهله، مش هتاخد في ايدك اكتر من ساعه. تمام، مقاديرنا مع بعض هنا: كيلو الا ربع مكرونه، كيلو الا ربع من صدور الفراخ، انا مقطعاهم مكعبات صغيره، انتي على حسب التقطيع براحتك خالص، ممكن تقطعيها زي ما انتي عايزه. معايا هنا نص فلفل قرن الوان، فلفل الوان اصفر واحمر، ممكن تحطي اخضر زي ما انتي عايزه. معايا بصلتين وسط حلوين متقطعين برضو مكعبات بسيطه، وملح وفلفل والسبع بهارات ورشه حبهان على ورق لوري. تمام، اول حاجه هنا هنعملها مع بعض، انا بجيب طاسه بسخن فيها السمنه، بقدحها كويس، يعني بسخنها كويس عشان لما اجي احط فيها الفراخ، الفراخ ما تنزلش الميه بتاعتها، تاخد صدمه بمعنى اصح. تمام، اول مجرد ما السمنه بتسخن معايا بروح ضايف عليها الفراخ على طول، بضيف الفراخ واسيبها كده شويه، ما اقلبهاش على طول. تمام، اول ما احس ان هي خلاص خدت صدمه من تحت ببدا اقلبها على الوش التاني، واسيبها كده بقى عشان ما تنزلش الميه بتاعتها وتبقى جوسي من جوه، ما تبقاش ناشفه، في نفس الوقت تبقى طريه وتعرفي تاكليها. شايفين كده هي ما نزلتش ميه خالص لحد دلوقتي معايا. هنا مش عايزه اسرع في الفيديو علشان تشوفوا الفراخ معايا واحده واحده درجه التسويه بتاعتها ايه، علشان ما نتلخبطش. انا هنا جبت حل على البوتاجاز. تمام كده هي خلاص استوت معايا يعتبر وخدت الصدمه، هضيف عليها البصل اللي انا مقطعاه. تمام، هقلبه كده كام تقليبه لحد ما يدبل، وهنحط عليه البهارات بتاعتنا، البهارات السبعه والبابريكا وملح وفلفل، وممكن تحطي عليها رشة حبهان على ورق لوري. تمام، وتظبطي وملح، ممكن مكعب مرقة، تظبطي الأكل بتاعك زي ما انت عايزة خالص. تمام، أنا جبت حلة تاني هنا على البوتاجاز، هضيف فيها الطماطم علشان طبعا لازم الطماطم بتاعتنا تكون مغلية. تمام، أنا هنا ضربة حوالي كيلو وربع من الطماطم، من عصير الطماطم، هضيف عليه ميه، يعني هكمل الحله دي ميه لان هي لازم تكون فيها نسبه ميه. تمام، هكملها الميه واسيبهم، وكان عندي صلصه عاملاها انا في البيت. هضيفها كده، حاولي تستغلي البوتاجاز بتاعك وانت واقفه والوقت علشان ما تاخديش وقت في الحاجه معاكي. تمام، انا هنا خلاص هتزيد الميه، هو انا حطيت كيسين صلصه على فكره، مش كيس واحد بس، خلاص هكمل الكميه هنا من الميه. هضيف دلوقتي الفلفل الالوان، الفلفل طبعا عارفين بنضيفه اخر مرحله علشان ما يستويش قوي، وتبقى قاعده الفلفل القطيعه بتاعته والحب بتاعته تبقى زي ما هي، متبقاش مهريه.
تمام عشان الفلفل ما بيستحملش. انا هقلبه قليبه كده وهطفي عليه وهسيبه على جنب. هحط له هنا كوبايه عصير من الطماطم. تمام، هنعمل له تسبيكه زي بتاعه المحلات بالظبط كده، بس عشان تبقى ليها طعم وطعمها حلو كده، يقدر تعرفي انك انت تاكليها غير الطماطم بتاعه المكرونه نفسها. هي مش كبيره يعني، الكميه مش حاطه كميه كبيره، هي كوبايه على الكميه دي تبقى حلوه قوي. انا هنا هسيب الطماطم تغلي معايا بقى، عشان لازم نضيف الطماطم تكون سخنه، ما تكونش بارده على الطماطم. تمام، على المكرونه قصدي، معلش. هسيبها هنا تغلي كده، كنت خلاص خلصت الخلطه، وادي الطماطم غلت معايا. تمام، هفضل بقى هتبلها هي كمان. هحط لها هنا مكعب مرقه مع ملح وفلفل اسمر. ممكن هنا هنحط لها معلقه سكر، بس هنضيف هنا مع بعض كده. هنكمل هنا حبة مية. هجهز بقى الطواجن بتاعتي. بالنسبة للطواجن هنا، دي طواجن فخار. تمام، في جزء مشترياه، في جزء زوجي كان لما بيجيب اكل، زوجي ساعات كان بيجيب اكل من بره مثلا، فبيجيب الطاجن معاه وهكذا. كنت بحوشهم، ما كنتش برميهم، لان هم مفيدين بستفاد بيهم. انت ممكن الطواجن دي عندك مفيش مشكلة، ممكن تشتريهم عادي. مش عايزاهم، في طواجن الومنيوم بتتباع برضه في المحل الادوات المنزلية، او عند محلات اللي هي بتبيع الالومنيوم، او ممكن تريحي نفسك خالص وتجيب اطباق فويل. طبق فويل اللي هي بتتجاب من عند بتاع المناديل والكلام ده، يعني بيبقى عنده كل حاجة. تمام، عنده اطباق فويل ممكن تجيبيها بالغطيان بتاعتها وتريحي نفسك خالص. تمام، جيت هنا اول حاجة اعملها ان انا بضيف الخلطة بتاعت الفراخ بتاعتي في القعر بتاع الطواجن. تمام، تحطي كمية حلوة كده. طبعا الطواجن هنا هتتحكمي فيها في عدد افراد الاسره. تمام، يعني على حسب عدد افراد اسرتك، كل واحده هي والطاجن هتعملي الكميه بتاعتك، زياده اقل دي حاجه براحتك انتي. تمام، انا هنا كنت عامله 6 طواجن، كل واحد فينا يبقى هياخد طاجن. تمام، المهم خلصت الكميه بتاعتي الحمد لله، جت يدوبت على القد. وبعد كده هضيف المكرونه. طبعا المكرونه ما ينفعش تملي الطاجن على اخره، لازم يكون في مسافة تعملي فيها السوا، يعني تعملي في مسافة كده تبقى عاملة حساب السوا فيها. اوكي، بس كده انا كده بعبيها اهو، عبيتها بالطريقة دي. كانت الطماطم خلاص غالت معايا، المهم تظبطي الحياة بتاعي كويس قوي زي ما انت عايزة. بتضيفي هنا بقى عصير الطماطم بالزيادة، بيبقى مغطي المكرونة بشوية. تمام، تغطيها بشوية علشان ياخد راحته. طبعا الفرن هنا تكون مستوية، مسخناها طبعا قبلها بفترة، علشان ما ينفعش انك انت تكون باردة. انا هنا نسيت اقول لكم على معلقة السمنة، انتوا هكونوا لاحظتوها دلوقتي، انا ضفتها دلوقتي. تحطي معلقة سمنة كبيرة كده وحلوة محترمة، تحطيها معاكي عشان هي دي اللي هتديكي اللمعة، وفي نفس الوقت هتخلي المكرونة مفركسة معاكي، متبقاش معجنة. تمام، فهتضيفي معلقة سمنة حلوة كبيرة كده عليها. قلت خلاص كده كملت الكمية بتاعت وضفتها، وهي برضو كمية الصلصة يدوبت جت برضو على القد. هتجيبي الطاجن بقى، هتجيبي بكرة الورق الفويل وتلف الطاجن وتغلفيه كويس قوي زي كده، وبعد كده هنزقه جوه الفرن. هنسيبه في الفرن هياخد معاكي من 1/3 ساعة لنص ساعة، مش هياخد اكتر من كده. تمام، اهو كده كان خرج، يعني شفت السرعة دي مجرد ما دخل مجرد ما خرج على طول. كده خلاص كان خرج معاك، شايفين شكله كان بسم الله ما شاء الله، المكرونة مستوية وفي نفس الوقت مش معجنة. تمام، وشكلها زي ما انتوا شايفين كده، يعني والله بجد كان شكلها حلو جدا وطعمها جميل جدا، كان طعمها روعة بجد. يا رب ان شاء الله تجربوها بجد وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. حاجة بسيطة وسهلة، تعجب الاولاد جدا، حاجة عاملاها في بيتك مضمونة في النظافة كمان، يعني مش هتحرمي ولادك انك انت تعملي الحاجة اللي هم عايزينها، لان الاطفال بيحبوا ياكلوا المكرونة. حتى لما تروحي بيهم مطعم الكشري بيقولك احنا عايزين طاجن. تمام كده، لو وصلتوا معايا للمرحلة دي ما تنسوش تعملوا لايك، لو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا. شايفينها بقيت ادوق من كل حاجة حاجة، مرحلة التذوق زي ما بيقولوا. انا ده كنت خلاص قلبته اهو كده بالطريقة دي، مرضتش اقلبه قدام الكاميرا، خفت احسن يصدمني بصراحة والحاجة تلزق، بس الحمد لله يعني طلع، وبقى الحمد لله كويس مفهوش حاجة.